اهلا وسهلا احبائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ازاي تنور نتكلم النهارده مع بعض عن موضوع مهم جدا اتصور ان مفيش حد مش مهتم بيه نتكلم عن مفهوم الحب نتكلم عن فكر الحب الحقيقه اكتر كلمه قالت كلمه انا بحب كذا او بحب فلان او بحب فلانه او بحب الاكله دي او بحب المكان ده الحقيقه كل ده كلام مقبول جدا لكن تعالوا نتفق ان مفهوم الحب الحقيقي اللي ربنا قصده او مفهوم الحب الاصيل اللي ربنا قصده مش هو بالظبط اللي العالم بينادي بيه موضوعنا الكبير عن النور فالنور لما بيخش مكان بيقدسه فتعالوا النهارده نفهم ايه المقصود بكلمه الحب ربنا قصده ايه لما قال يحب وهل الحب بس مقصود بيه ما بين مثلا زوج وزوجة او ما بين اب واولاده ايه هو مفهوم الحب الاول تعالوا نفهم صراع الانسان في ادراك معنى الحب ناس كتير جدا بتقع فخ في تحدي الحب وتلاقي ناس ممكن تاخد قرارات كبيرة جدا بانه يشتري مثلا حاجة او يبيع حاجة او يسيب بلد او يعمل حاجة عشان يقول ما انا ما بحبش حاجة الفلانية او بحب الحاجة الفلانية لكن معظم اللغة اللي في العالم هي بتتكلم على التعلق النفسي وكأنه حب لا عايزين نميز النهارده بنعمة ربنا إن في فرق كبير ما بين إن أنا بحب حاجة وإن أنا متعلق بيها الحب ده محدش يعرف يدهولك غير ربنا لأن هو ببساطة قال كده هو شبه نفسه أو قال الله محبة يعني ال 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 الكور بتاعه أو القلب بتاع ربنا إنجاز التعبير هو الحب فعمرك ما تعرف تفهم يعني ايه حب وانت غير متصل بالله. يبقى نفهم كده مع بعض، العالم بيقدم الحب بمفهوم غلط بيحصروا فيه يا اما تعلق نفسي يا اما شهوات جسدانيه يا اما سيطره او حب التملك او ان انا بأخدع اللي قدامي لإرادتي ولكن كل ده ليس له علاقه بالحب. كل ده ممكن يتحط تحت كلمه الحب بس ده ليس لها علاقه بالحب احنا اولاد ربنا المنورين بيه وبمحبته ربنا حطنا في العالم وحطنا في بيوتنا وفي خدماتنا وفي اسرنا وفي كل مكان عشان ننور بالحب الحقيقي اللي حبنا بيه فعشان نقدر نفهم المفهوم ده او ندرك المعنى ده لازم احنا ندرك قد ايه هو حبنا المعنى اللي في العالم بتاع الحب أو أو بتاع التعلق أو الشهوة زي ما قلت هو مبني على إن أنت بتحب حاجة لأنها بتريحك أنت بتعلق بحاجة لأنها بتديلك نشوة أو أو إيفوريا كده من من المزاج أو من من التخدير عشان تحس بالراحة لكن ده ملوش دعوة بالحب الحقيقة الإنسان اللي عايز يستمتع بالحب مش هيعرف يستمتع بالحب خارج أحضان الله اذا المبدا الاول هو اعرف قد ايه انت محبوب عشان تعرف تحب وتتحب صح لان في ناس بتحب ان حد يسيطر عليها وتقول ده فلان بيحبني هو لا هو مش بيحبك هو بيسيطر عليكي لان هي مش قادره تفهم يعني ايه حب فعلا آآ آآ والكلام ده بالذات يعني يعني مش بس مقصود بيه المتزوجين وان كان انا قصدي انا عايزك يا اللي بتسمعني او يا اللي بتسمعيني لو انت بتحب شريك حياتك او بتحب شريك حياتك أو بتحب أولادك أو إخواتك أو أهلك، يا ريت تراجع أنت بتحبهم إزاي؟ لأن بصراحة في ناس كتير ما بتعرفش تحب. في ناس كتير ما بتفهمش يعني إيه الحب. بتحب بطريقة اللي هي أنا لازم أعمل لك اللي أنا عايز أعمله. زي ما بيقولوا كده أنت بتحبني بطريقتك ولا بطريقتي؟ أنا بحبك في ربنا، بحبك من خلال محبة ربنا، بحبك في المسيح. المسيح هو اللي يخليني أعرف أحبك. بصراحة لو المسيح اتشال من حياتنا معادلة الحب تبقى صعبة جدا. عايز تقدس اي علاقة حط فيها حب الله وحب الله تجلى لينا في ايه في الصليب اذا الله يقدس كل علاقتنا بصليبه يدخل الصليب في اي حاجة يقدسها يدخل الزوج والزوجة ما بينهم شوية مشاكل حط الصليب ما بينهم عشان كده يوم الاكليل يقول للعريس كده ايه تحب عروستك زي ما المسيح حب الكنيسة وايه ومات لأجلها إذا الحب اللي العالم بيقدمه هو عكس الحب اللي المسيح بيقدمه. فاوعى تتخدع، اوعى تضيع الفرصة النهارده وتعيش بلغة العالم. افهم مقدار غلاوتك ومحبة الله ليك ولإخواتك. افهم إن الحل مش إنك تقعد تتخانق وتتقمس وتضيع وقتك وتقول غلطوا فيا وعملوا فيا. أكبر عدو للحب هو الإيه؟ هو الأنانية. الأنانية والذات عكس كلمة الحب هو الإيه؟ مش الكراهية لا السبب الكراهية والذات والأنانية فتعال نراجع الحب الأصلي بيجي من الله لأن الله محبة نمرة اتنين افهم غلاوتك وغلاوة إخواتك في قلب ربنا تقوم تقدر تحبهم من خلال محبة ربنا احذر من ذاتك لأن ذاتك هي أكبر معطل للحب انت ممكن ما تقدرش تحب نفسك صح لأنك بتحب ذاتك أو متعلق بذاتك مش بتحبها. فخلي دايما وأنت بتسمعني إنك مميز ما بين التعلق المرضي النفسي والحب، السيطرة والحب. نقطة تانية اقبل وحب نفسك وسامح نفسك. أحيانا الناس بتبقى صعبان عليها من الناس أو من نفسها أو ساعات من ربنا. ممكن نبص كده على حياتنا من خلال عين ربنا ربنا قادر يشفي كل جراحك صدقني على فكره محطه الشفاء دي هي اهم محطه في رحله الحب الالهي مفيش حد فينا مش محتاج شفاء من ربنا هات لي واحد مشي ورا ربنا ما دقش لمسه شفاء منه موقف حضن تشجيع لمسه قيامه وقوه ويا بختك يا اللي دقت لمسه الشفاء دي ولمسه الشفاء دي كلها حب حب نقي جدا مفيش حد فينا هيعرف يحب نفسه صح من غير لما يكون اتلمس لمسه حب شافي من ربنا وده اللي شفناه مع سكبة الطيب اللي شفناه مع زكا واللي شفناه مع السمرية واللي شفناه مع لاوي واللي شفناه مع بطرس واللي شفناه مع موسى وشفناه مع كل القديسين اللي مشوا ورا رب المجد يسوع اذا عشان تقدر تحب الناس صح لازم تحب نفسك صح ولما تحب نفسك صح هتقبل نفسك وهتلاقي نفسك عارف تستمتع بالله وتعيش ملك وتعيش شبعان مش عشان انت غني ولا عشان انت متكبر ولا عشان انت لابس لبس غالي ولا عشان انت عملت كم مشروع وحاسس بنفسك لا 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 هذه كلها حسبتها نفاية لكي أربح المسيح نقطة تانية وهي في محطة مهمة في أي علاقة حب وهي الغفران بصراحة كده اللي بيحب حد بجد بيستحمله وبيغفر له ف الحب ما يبقاش حب حقيقي من غير ما نطعمه بالغفران طب مين اكتر واحد بيغفر لينا فيش غيره يسوع له كل المجد الهنا القدوس يسامحنا وينقينا فمش هينفع ان انت تستمتع بالحب من غير لما يكون فيه طعم الغفران ليه لان انا مش بحب اللي قدامي وبقال لا انا عارف انه انسان وممكن يضعف وبالعكس يا ما ناس شد شد صدقوني احبائي مروا بمشاكل ولما اختاروا يغفروا لبعض علاقتهم اتضربت في عشر اضعاف اقوى واحلى بعد الموقف ده بالعكس ابتدوا يحبوا بعض بجد اذا اي حاجه واي اختيار واي موقف هتعمله لازم يكون في طعم للغفران كمان انت عشان تقدر تستمتع بهذا الحب لازم تكون عندك شويه اتضاعة ازاي انا اكون بحب بجد وانا من جوايا مفيش اتضاع؟ الانسان اللي حاسس بحضرة ربنا وسطه بيته وفي خدماته وفي كلامه دايما عنده اتضاع. متعة انك تكون حاسس ان ربنا قاعد معاك في قمة الجمال انك تحس ان ربنا في حضرة في عربيتك في بيتك في انت في محضر الله. فمن كتر انك بتحبه حاسس بوجوده مش في لحظات في يومك او ساعات في يومك انت مش مش عايزه يكون موجود فيها. ما طبيعي لو انا بقول له لا ما تبصش على المنظر ده، ما تقعدش معايا في القعده دي. انا مش بحبه كفايه، فلذلك دبلان. فوقفه الصلاه ضعيفه قوي. مشكلتنا ان ساعات نبقى عايزين زي ما بيقولوا نمسك العصايه من النص. عايزين ربنا يكون معانا وعايزين الدنيا تبقى معانا، ما ينفعش. يستحيل احد ان يخدم سيدين، الخدمه دي هي المحبه. مش هينفع ان انت تستمتع من غير محبه. اخر نقطه نقولها. غذي قلبك بعشرة الله من خلال الممارسات الروحية قاعدة الإنجيل الحلوة تخليك تحس بمحبة ربنا لما تقرأ الكتاب وتطلع أعمال المحبة بتاعت ربنا لما تقف ترفع قلبك بالصلاة كل يوم محبة إحنا كولاد كنيسة عظيمة كنيسة قبطية أرثوذكسية جميلة كنيستنا أجمل حاجة فيها إنها بتحب ربنا بجد تحبه قوي تعمل لنا تسبيحة بالليل من 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 دفع الحب مش من الخوف خوف مقدس اه لكن حب بجد قداس قداسات الكنيسه كلها حب تتكلم على محبتنا لله ومحبه الله لينا اللي حبنا و... و... وقدسنا اذا غذي قلبك لان الحب عامل زي الشجره بتكبر كل ما تنميها وكل ما تخلي بالك عليها تكبر قوي والشجره دي هتلاقي جواها ثمر جميل بقى تقدر تغفر تقدر تدي فرصه تانية تقدر تشجع تقدر تفرح عارف فرحتك مسروقه ليه لانك بجد مش مستمتع بمحبه الله احبائي مفيش اغلى من محبه ربنا مفيش اغلى حاجه في حياتك دي الحاجه الوحيده اللي زي ما بولس الرسول قال كده حاشا لي انا افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح هو الصليب عباره عن ايه هو حب الله ليك يدينا ربنا كلنا ان نتمتع بالحب الحقيقي ونرفض التعلق المرضي عشان نكون دايما منورين في المسيح له كل مجد وكرامه الى الابد امين